ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ لو انت عندك مشكلة انك بتتعب بسرعة في الماتشات، ففي الفيديو ده مجموعة من التمارين اللي هتعلي نفسك في الملعب، والتمارين دي بسيطة جدا ومش هتحتاج شرح كتير. في البداية كده هنبدأ بالتسخين، ولازم نأكد على التسخين علشان نبعد عن الإصابة. والتسخين هيبدأ من 10 ل 15 دقيقة. قبل ما نبدأ التمرين، كل تمرين من التمارين دي هتعملها 3 مرات، وبعد كده هتاخد دقيقة راحة بين كل تمرين. فيلا بينا نروح للتمرين الأول. وبكده نكون خلصنا التمارين. التمارين سهلة وبسيطة ومش محتاجة شرح كتير. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لي لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد. لو عايز تتواصل معايا ده حسابي على الانستجرام، واللي هسيب اللينك بتاعه تحت في الوصف.